صفحة جديدة من كتاب الشهرة. ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ مسلسل باب الحارة. اليوم بالعالم العربي بس قول عباس النوري دغري بيروح لراس المشاهد أبو شخصية عصام. أبو عصام بيزعجك هالأمر؟ لا لا أبداً أبداً ما بيزعجني، بالعكس أنا بالنسبة لي أنا يعني الشهرة اللي حصلتها من والانتشار اللي صار من قفا شخصية أبو عصام صار مثل باسبور دبلوماسي بجيبتي، وأهم من الدبلوماسي باسبور جماهيري بين الناس. هلا هاد ما بيزعجني، بس لكن لازم أنا أشر إشارة من تجربتي كممثل إني أنا قدمت شخصيات فيها جهد أكبر بكثير من شخصية أبو عصام. شخصية أبو عصام ما دخلت، ليش حبوها العالم؟ أنا بسأل هاي الأسئلة لنفسي وبحاول إني طول الوقت أبحث عن إجابات لأستفيد لحتى أعرف شو بدي أقدم في 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 عمل لاحقة يعني. هلا أبو عصام ما كان مثل بيقولوا يتبوجأ بالشامي، ولا كان عنده عكفة شوارب، ولا كان عنده شكل من أشكال الـ يعني هذا الزعامات، كان إنسان حكيم ويحكي ببساطة وبيشبه الناس الحقيقيين يعني. فأنا عملته حقيقي، عملته بيشبه الحياة، فيمكن هذا سر تعلق الناس فيه لأبو عصام. شفنا مؤخراً شوية انتقادات من قبلك على مسلسل باب الحارة، حكي اللي أنا بنتقد في عمل سواء كان باب الحارة ولا غيره، هذا حقي الطبيعي مثل حق الجمهور. أنا بشوف الجمهور يفتقد مثلاً لشخصيات معينة كان يحبها بباب الحارة، مو ضروري أبو عصام، الشخصيات الأخرى اللي علمت ونجحت هذا حق الناس الطالب فيها. لكن أنا بالنسبة إلي بحكي رأيي الشخصي أنه العمل يجب أن يحظى باهتمام إنتاجي أعلى بكثير من الشغف اللي كان عند بسام الملاك. هل الخلافات بينك وبين المنتج محمد قبند هي السبب يلي دفعتك أنك تنتقد العمل؟ لا 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 أبداً، أنا بقول رأيي على رأس السطح ولا أخجل، لأني لا أشتم ولا أهين ولا أقلل من قيمة أحد، لكن أقول رأيي فني. وأنا حتى الآن باب الحارة ينتج بأجزاء متعددة، وحسب تصريح الأستاذ محمد قبند أنه سينتج حتى يخلي العالم بلا شوارب وتحمل سلولير أو موبايل لا يوصل لهذا الزمن يعني. هذا حقه الطبيعي كمنتج كمستثمر، هي أفكاره عم يحاول يعمل شيء.